تصريح حصري لبين سبورتس، أكد نجم ميلان والمنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر أن برنامج العلاج الذي يخضع له في قطر يسير في ظروف جيدة. وأضاف بن ناصر أنه يطمح للعودة بقوة في المستقبل القريب. الأخبار إيجابية وبرنامج التعافي يسير حسب ما تم تسطيره. هذه أول إصابة تبعدني عن الملاعب لفترة طويلة، وإن شاء الله تكون آخر مرة. التعافي من هذا النوع من الإصابات يتطلب الدقة في التسيير والتعامل. عليك أن تكون قويا على المستوى الذهني، لأن العامل النفسي يؤثر بصورة كبيرة على مسار التعافي من الإصابة. ولهذا السبب أنا هنا في أسبيطار. نسجل تقدما وتحسنا في كل يوم من برنامج التعافي. هي معركة طويلة يجب خوضها وتجربة أعيشها، وإن كانت صعبة لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا الأشياء الجميلة في الحياة. عليك فقط أن تستمد الأشياء الإيجابية حتى في الظروف الصعبة. اخترت أسبيطار لعدة اعتبارات، منها ما سمعت عن سمعته العالمية، وهناك أيضا الشراكة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فضلا عن شعوري بالارتياح الكبير في قطر. المركز يتوفر أيضا على أفضل المختصين في مختلف الإصابات، كما يتميز المركز بتجهيزات وتكنولوجيا متطورة. كل هذه العوامل المجتمعة جعلتني أتواجد هنا، وأنا راض جدا بالعمل الذي نقوم به في أسبيطار. إن المنتخب الجزائري وعلى غرار بقية المنتخبات المشاركة في البطولة يطمح للعب أدوار متقدمة. وأكد اللاعب الجزائري أن الهدف هو التتويج بالكأس وإسعاد الجماهير الجزائرية. بخصوص كأس أمم إفريقيا المقبلة، من الطبيعي أن يكون سقف تطلعات الجماهير الجزائرية عالية، وأعتقد أن لعب أدوار متقدمة هو أدنى حد يمكن تقديمه لهذه الجماهير. لقد عشت هذا في 2019 ورأيت عن قرب سعادة الشعب الجزائري بهذا اللقب القاري، وكل ما نريده ونصب إليه هو تكرار هذا الإنجاز من أجل الجزائريين ووضع الجزائر عاليا في المكانة التي تستحقها. في 2024 طبعا نطمح للتتويج. لسنا وحدنا، كل المنتخبات المشاركة كبيرة كانت أم صغيرة ستحاول التتويج، وإلا فما الغاية من التأهل إن لم يكن الهدف هو رفع الكأس. وبالعودة إلى منتخبنا، التتويج كان هدفنا وما زال وسيكون دائما على غرار المنتخبات القوية. الجميع ينتظرنا، لكن الأكيد أننا سنحاول بلوغ أبعد محطة ممكنة والتتويج باللقب.